ايه سر اعجابك بدور غادة الكاميليا؟ الحقيقة قصة غادة الكاميليا كان ليها تأثير كبير في حياتي. من شدة اعجابي بيها قريتها اكتر من 20 مرة. يا سلام. كنت لسه تلميذة عايشة باحلام البنات اللي في سني. كانت بتاخدني وتشتني، وكل ما اقراها اعيط واتأثر لمصير غادة الكاميليا المسكينة. مارجريت كانت ضحية مجتمعها، انسانة بتحلم بحقها في الحب، بتتمنى القلب اللي يعطف عليها ويشاركها سعادتها، بس للأسف المجتمع ما قدرش يقدم لها غير طريق الخطيئة. الظاهر فعلا انك متأثرة بيها لحد كبير. طب سؤال تاني. اتفضل. الفنان احمد سامح ايه دوره في حياتك الفنية؟ ارجوك يا استاذ دي مسائل شخصية. ما فيهاش حاجة يا شكري. احمد سامح استاذي، هو اول واحد اكتشفني وجابني من اسكندرية وقدمني الوسط الفني، ما اقدرش انكر جميله. لكن الاستاذ احمد سامح بيؤكد انك ما تصلحيش لتمثيل دور غادة الكاميليا. من حقه يقول رايه، لكن انا واثقه اني احسن واحده تلعب الدور ده. انا ملاحظ انك واثقه من نفسك اكتر من اللازم، خصوصا وانت لسه في اول السلم. يا استاذ ده مش رايها لوحدها، ده راي كل الناس اللي شافوها بتمثل الدور. هو انت مثلت الدور ده قبل كده؟ كتير، وانا لسه تلميذه صغيره في مدرسه نوتردام في اسكندريه كنت بمثل غادة الكاميليا. ممكن اعرف ليه حاولت الانتحار؟ يا استاذ قلنا دي مسائل شخصيه. استاذ شكري سيبه يسال اللي هو عايزه. محاوله انتحاري انا بعتبرها لحظه ضعف، بس الحمد لله انا عديت المرحله دي وخرجت منها قوي. عندك استعداد تسمعي سؤال اخير تاني؟ اتفضل. في اشاعه بتقول ان سبب الانتحار هو فشلك في حب احمد سامح. كفايه كده، عن اذنك يا استاذ سيبنا شوية. أحمد هو اللي قال كده؟ أنا قلت إشاعات. أنا ما تهمنيش الإشاعات، المهم دايما الحقيقة. طب وإيه هي الحقيقة؟ أفضل أحتفظ بيها لنفسي لحد ما يجي الوقت المناسب لنشرها. اتفضلي بقى لأحسن، في منتجين ومخرجين وموزعين عايزين يتعرفوا عليك. عن إذنك. اتفضلي. طيب الأستاذ شكري مؤمن بالفنانة كاميليا في تمثيل الدور ده؟ سؤالك جه متأخر يا أستاذ، إحنا هنبتدي التصوير بكرة. العربية دي ورانا من ساعة ما خرجنا من شرط. يمكن معجب شافك في الحفلة. هو أنا لحقت يبقى لي معجبين؟ في ناس مش معجبين بس، ومتيمين بيكي. مش هتقولي اتقابلنا فين قبل كده؟ لسه مش فاكرة؟ قلت لك أنا فاكرة، بس فين؟ مش عارفة. ممكن تفكرني؟ عندك فرصة لحد ما نخلص الفيلم. صباح الخير. وانت من اهلي. بكرة الصبح الساعة 8 العربية هتفوت عليك عشان توصلك للاستوديو. جيت اشوفك. مين اللي معاكي؟ ده عزيز بيه. تعالي تعالي يا حبيبتي. اهلا 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 يا قطه، ازيك؟ اهلا. عن اذنك لازم انام بدري. انتوا هتصوروا الفيلم بكره خلاص؟ ايوه عرفت ازاي.
ما تنامي خدي اتفرجي على الصور دول. صور ايه؟ صور الحفلة اللي كنت فيها دلوقتي. يبقى العربية اللي كانت ماشية ورايا انت اللي كنت باعتها تراقبني. دي ما كانتش بتراقبك يا قطة، دي كانت بتحرسك. تحرسني؟ تحرسني من ايه؟ من الكلاب. يعني الحق عليه انه بيخاف عليكي؟ مهمة الناس بتوعي انهم يخلي بالهم على الناس الحلوين اللي زيك. انت تعرفي الراجل اللي عمل لك الحفلة دي قبل كده؟ ده منتج الفيلم. اسمه ايه؟ شكري عبد الحميد. شكري عبد الحميد؟ انا عمري ما سمعت الاسم ده. جاب منين الفلوس الصرصار ده؟ عن اذنك. عن اذنك يا ماما. صباح على خير. في حاجات كتير بتحصل في البلد دي من ورايا. دخلت اوضتي وانا خايفة زي ما يكون كلب مسعور بيجري ورايا. يا ترى ده كان خوف من عزيز ولا خوف من اني هقف قصاد الكاميرا بكرة؟ بس لما رحت الاستوديو حسيت بالاطمئنان. الناس كان شعورهم جميل، كلهم بيهنوني. الجو اللي في الاستوديو رجع لي الثقة بنفسي. صباح الخير يا شكري. عن اذنكم يا جماعه شويه، سيبونا لوحدنا. انا اسف يا كاميليا، عندي اخبار سيئه. خير؟ في ايه؟ احمد سامح. ماله؟ اخذ حكم مستعجل بمنعك من التصوير بناء على عقدك معاه. مش ممكن احمد يعمل كده. انا خليت المحامي بتاعي يعمل استشكال في التنفيذ. انا هشتغل غصب عنه. للاسف العقد صريح، ما تقدريش تشتغلي مع حد قبل ما تنفذي عقدك معاه. بس هو اللي رفض يديني الدور وقال في الجرايد اني مصلحش للتمثيل. على العموم انا عارف هو عمل كده ليه. الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي انك تروحي تقابليه، هو في استوديو مصر. شوفيه عايز كام وانا تحت امرك. فلوس ايه؟ انا عارفه هو عايز ايه. عايز يحطمني وبس. ممكن تنتي ولا ننسى؟ محجوب مش عايز حد غريب في البلدوك. غريب؟
أستاذ أحمد، إذا سمحت أنا عايزاك. أنا فاضي لغاية لما تفضوا الباتو. أهلا كميل. عاجبك اللي بيعمله يا أستاذ محبوب؟ ليه بيحاربني بالشكل ده؟ ما هو أنت يا كميل اللي ابتديتي، ما احترمتيش العقد وسبتيه واشتغلتي بره. مش هي دي الحقيقة. أمال إيه هي الحقيقة؟ الحقيقة هقولها قدامك دلوقتي حالا، بس لو بتعزني تعالى معايا. اتفضل. أنا قلت 100 مرة ما بقابلش حد من غير معادي. أنا مش هاخد من وقتك كتير يا أحمد بيه، بس عايز أشاهد عليك الأستاذ محكوم. أنا ما عنديش وقت الكلام الفارغ ده. أستاذ محجوب، أنت اللي مرنتني على التمثيل. أيوه. إيه رأيك فيا بصراحة؟ بصراحة؟ ممتازة. يعني أنفع أمثل غادة الكمال. في رأيي أنا، أنت أصلح واحدة للدور. وخصوصاً إنك وجه جديد. الأستاذ أحمد بيقول إني ما أنفعش. فعلاً. على كل حال لو كان الأستاذ محجوب مقتنع بيكي أنت جوه الفيلم. لكن لما أنا أقول إنك ما تنفعيش يبقى ما تنفعيش. خلاص اديني ورقة بكده. لا حلوة دي، تاخد انت الورقة واخسر انا القضية مش كده؟ ما دام انت مقتنع انها ما تنفعش رافع عليها قضية ليه؟ ارجوك يا محبوب انت ما تعرفش حاجة، هي فاهمة كويس. طب قولوا لي الحكاية ايه؟ انا اقول لك، الأستاذ أحمد كان عايزني أبقى جارية من جواريه، لكن ده مش هيحصل أبدا. على قد ما كنت بحبك وبحترمك، على قد ما بحتقرك، بكرهك بكرهك بكرهك. ليه عملتها بالقسوة دي؟ ده أصلك على نياتك، ده جنس ملعون محجوب. نصيحة، اوعى تدي ثقتك لواحدة ست. أرجوك يا أحمد سيبها تعيش، أنت كده بتجيب مناخيرها الأرض. إيه الحكاية؟ أنت بتحبها ولا إيه؟ يومها اكتشفت إن محبوب بيحبني. عملت ايه مع الاستاذ امبارح؟ طبعا رفض. مفيش فايده يا شكري. مين قال الكلام ده؟ انا من بكره هنبتدي تصوير تاني.